السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته هذا نتوصل الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ورد من خلال راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الزاكرم الى انه راح نشارك معك اخبار في غايه الاهميه سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا رسميا عادت عجلة بطولة اليورو للدوران مجددا بعدما ان تعرفنا على المنتخبات اللي تأهلت الى دور 16. ابتدأت رسميا مباريات دور 16، واليوم لعبت مباراتين، مباراة كل من سويسرا وايطاليا والمانيا والدنمارك. وللمفاجأة تحطمت امال المنتخب الايطالي بخسارته امام المنتخب السويسري بثنائيه نظيفه. منتخب ايطاليا حامل اللقب بطبيعه الحال اللي دخل لهذه البطوله من اجل الدفاع عن لقبه، أقصي وذلك بشكل رسمي من دور 16 لهذه البطولة. ومنتخب سويسرا يعني حطم آمال هذا المنتخب. والمنتخب الإيطالي صراحة كي شفت ما قدمه اليوم في هذه المباراة عرفت بلي أنه محطم ويحتاج إلى إعادة الترميم من الصفر من أجل يعني العودة إلى حيويته وأيضا إلى الساحة الدولية من أجل الفوز مستقبلا في مبارياته سواء الودية أو الرسمية. يحتاج هذا المنتخب إلى إعادة الترميم حرفيا، لأنه حاليا محطم خاصة بعد خروجه من دور 16 بأدائه الكارثي. أما بالنسبة لألمانيا يعني كان من المتوقع يعني راح تفوز على منتخب الدنمارك من بداية هذه المباراة وقبل بداية هذه المباراة، لأنه أصحاب الأرض عندهم بطبيعة الحال الأفضلية على نظيرهم المنتخب الدنماركي. وكانت هذه نتائج مباريات اليوم، ونفسها كانت توقعاتي أعزائي الكرام، توقعاتي كانت صحيحة لمباراتي اليوم. توقعت بلي أنه ألمانيا راح تتأهل وكذلك سويسرا، وإقصاء كل من الدنمارك وإيطاليا في انتظار ما ستحمله لنا الأيام من مفاجآت في بقية المباريات الخاصة ببطولة اليورو. وهذه التوقعات نتاعي الظاهرة أمامكم، وراح نرجعوا لها في الأيام المقبلة إن شاء الله. أنتم اكتبوا لنا أيضا آراءكم في صندوق التعليقات، واش توقعاتكم كانت صحيحة أم العكس. ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا إلى الخبر المولي واللي يتعلق بسلسلة اللاهزائم الخاصة بالمنتخبات التاريخية، من أبرزهم أيضا سلسلة اللاهزائم للمنتخب الوطني الجزائري. طبعا سلسلة اللاهزائم الخاصة بمنتخبنا في خطر بعد دخول منتخب كولومبيا قائمة أفضل 10 منتخبات تحقيقا لسلسلة اللاهزائم. حاليا منتخب كولومبيا أعزائي الكرام في المرتبة التاسعة برصيد 25 مباراة بدون هزيمة. أما بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري في المرتبة الثالثة بعد كل من إيطاليا والأرجنتين برصيد 35 مباراة بدون هزيمة. يعني حاليا كل هذه المنتخبات من المرتبة الأولى حتى المرتبة الثامنة حاليا أعزائي الكرام السلسلة نتاع اللاهزائم نتاعهم تحطمت. المنتخب الوحيد اللي ما زالت سلسلة اللاهزائم نتاعو شغالة هو منتخب كولومبيا، وقادر يرتقي بطبيعة الحال إلى مراتب عليا، ويبقى يعني الريكورد هذا الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري مهدد حتى يتم يعني تحطيم سلسلة اللاهزائم الخاصة بمنتخب كولومبيا. ولكن ما نظنش أعزائي الكرام أنه ستتحطم سلسلة اللاهزائم للمنتخب الوطني الجزائري، وما نظنش باللي أنه منتخب كولومبيا سيفوز بالكوبا أمريكا. إذا هم راح يفوزوا بها بطبيعة الحال وهذا احتمال ضئيل جدا، يعني راح تتحطم سلسلة اللاهزائم للمنتخب الوطني الجزائري ويكون التهديد حقيقي آنذاك. ولكن ما نتوقعش باللي أنه كولومبيا راح تفوز بالكوبا أمريكا. ما نطورش عليكم، ننتقل حاليا الى الخبر المولي واللي يتعلق بنجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. بالرغم من انه يعني ليله امس شاركت معكم خبر يتعلق بالحادث الخاص برياض محرز وطمأنتكم وقلت لكم لانه هذا الخبر بطبيعه الحال ما يحتاج كل هذا التهويل، رياض محرز يستمتع بعطلته ولا اساس لهذه الاخبار من الصحه، فقط السياره نتاعو الزي كرام هي اللي دارت حادث، ما راناش عارفين من كان الذي يسوقها. ولكن اليوم تفاجأت أعزائي الكرام مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صفحات كبيرة وفيها أيضا يعني إعجابات كثيرة، شفت باللي أنهم آمنين هذه الحكاية ومآمنين هذه يعني الأخبار، وأكدوا قائلين باللي أنه رياض محرز يتعرض إلى حادث مرور مميت في إنجلترا. فشوفوا أعزائي الكرام كيفاش التعبير هذا، واللي راحوا ناس بزاف أعزائي الكرام آمنوا هذا يعني التغريدة وهذا أيضا المنشورات. رياض محرز حاليا يستمتع بعطلته بطبيعة الحال ولا أساس لهذه الأخبار من الصحة، ورياض محرز لم يكن جزءا من هذا يعني الحادث المروري. نقطة، نعود إلى السطر وما زيدوش نكثروا الكلام أعزائي الكرام حول هذه النقطة، وننتقل حاليا إلى الخبر الموالي واللي يتعلق أحد لاعبي المنتخب الوطني الجزائري واللي تغيب عن تربص المنتخب الوطني الجزائري الماضي.
طبعا نجم الخضر أحمد طوبة يعود رسميا لفريقه السابق نادي باشاك شهير بعد نهاية فترة إعارته لفريق نادي ليتشي الإيطالي. ويذكر أن أحمد طوبة كان يعاني من نقص المنافسة في فريقه نادي ليتشي الإيطالي، وعودته للدوري التركي ممكن أنها ستكون بوابة عودة اللاعب الدولي للأضواء مجددا للعب كلاعب أساسي، وأيضا ستكون بوابة لعودته للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة أن المنتخب الوطني الجزائري يعاني دفاعيا. ننتقل حاليا إلى النقطة المهمة أعزائي الكرام، هذه النقطة كنت ننتظرها منذ بداية بطولة اليورو. حبيت نعرف البنية التحتية الخاصة بالبلد الألماني الذي كان يتطاول على التنظيم القطري لبطولة فيفا قطر سنة 2022. وطبعا البطولة هذه الخاصة ببطولة اليورو سنة 2024 والتنظيم الخاص بهذه البطولة من ألمانيا، أقل ما يقال عنها أنها تنظيميا كارثية. ألمانيا في تنظيم اليورو سنة 2024 الجميع لقبها بأسوأ نسخة على الإطلاق، يعني البنية التحتية ما كانتش عزيزي الكرام، المياه في كل مكان، حتى فتحوا البالوعات عزيزي الكرام بعد بدأوا يصرفوا المياه. يعني واش هذا هو البلد الذي كان يهايط واللي قاد حملة شرسة من أجل تشويه سمعة بطولة كأس العالم فيفا قطر سنة 2022؟ يعني كي تشوف انه هذيك الحمله اللي داروها بطبيعه الحال، يعني تقول لي انه هذا البلد راح ينظم لنا بطوله خارقه للعاده، ولكن ما شفناش، شفنا العكس اعزائي الكرام. يعني جات تصبت شويه نتاع عنه، ما عرفوش كيفاش اعزائي الكرام يقيديوها. هذا هو المنتخب او هذا هو البلد الذي كان يهايط وقاد حمله شرسه على التنظيم القطري. روحوا شوفوا غير التنظيم نتاع العراق وين احتضنوا واحد البطوله مؤخرا كانت افضل بكثير من بطوله اليورو تنظيميا، والجميع شهد على كلامي بطبيعه الحال. قارنوا، روحوا قارنوا خوتي وراح تعرفوا على كل شيء. المهم خوتي ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا الى الخبر الموالي واللي يتعلق اعزائي الكرام باربع صفقات تطهى على نار هادئه، وهذه الاربع صفقات انا بالنسبه لي تعتبر ناريه بخصوص لاعبي محترفين. عندنا صفقة بشير بلومي المنتظرة لفريق نادي أولمبيك مارسيليا، أما بالنسبة لريان أيت نوري قريب جدا إلى الانتقال إلى نادي ليفربول وسط أيضا اهتمامات العديد من الأندية. وطبعا نادي ليفربول عندما كان يدربهم يورجن كلوب هو الذي طالب حول خدمات هذا اللاعب قبل رحيله، ويبقى هذا اللاعب مهتم به فريق نادي ليفربول، وخاصة بعد الأداء اللي قدمه الكبير مع نادي وولفرهامبتون هذا الموسم، يعني يؤكد لنا بلي أنه نادي ليفربول لن يفرط في هذه الموهبة. أما بالنسبة لمحمد الأمين عمورة حسم مستقبله بالانتقال إلى الدور الألماني، والنادي الوحيد الذي عرض عليه عرض رسمي هو نادي وولفسبورغ، فنتمنى له كل التوفيق. أما بالنسبة ليوسف عطال هو قريب جدا إلى نادي بيشكتاش. هذه هي الأربع صفقات المنتظرة بقوة في هذا الميركاتو. أما بالنسبة للصفقات الأخرى للاعبين محترفين أعتبرها صراحة مع كل احتراماتي عادية. ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي أعزائي الكرام واللي يتعلق بنهائي بطولة كأس الجزائر. ستجرى المباراة المقررة بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد لنهائي كأس الجزائر بطبيعة الحال يوم 5 جويلية على الساعة 5 بتوقيت الجزائر، ورسميا بتقنية الفار، يعني الفار سيكون حاضر في هذه المباراة. هذا ما كشفته لنا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي، وأكدت بأن أنها أرسلت منشور توضيحي للناديين بهدف الاستعداد للتحضير جيدا لهذا الموعد. حاجة مليحة أن يكون تقنية الفار متواجدة في هذه المباراة من أجل يعني تفادي الأخطاء التحكيمية. ما نطولش عليكم، ننتقل حاليا للخبر الموالي اعزائي الكرام، ونشارك معاكم جديد ميتشال فايزر لاعب نادي فيردر بريمن. وطبعا بعد تولي فلاديمير بيتكوفيتش على راس العارضه الفنيه للمنتخب الوطني الجزائري، كشفت لنا مصادر العين باللي انه هنالك تطورات جديده بخصوص ملف هذا اللاعب رفقه المنتخب الوطني الجزائري، واكدت باللي انه ذكرت مصادر اعلاميه متطابقه ان ميتشال فايزر يبدي حماسا كبيرا لفكره حمل قميص المنتخب الوطني الجزائري، خاصه وانه فشل في نيل ثقه نارجسمان مدرب منتخب المانيا. اللاعب هذا لم يتواجد في بطولة اليورو سواء مع المنتخب الأول ولا المنتخب المحلي الخاص بألمانيا، وبالتالي أعزائي الكرام اللاعب قبل حتى ما يتم الإعلان عن القائمة هذه كان سابقا في عهد جمال الماضي كان يطالب ب يعني الحصول على دعوة من أجل يعني تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وصرح بها في العديد من المرات، وهذا المرة حسب مصادر جديدة أكدت بلي أنه ما زال هذا اللاعب
يبدي حماسه من أجل تقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري، فممكن أنه فلاديمير بيتكوفيتش سيعتمد عليه مستقبلا، خاصة كما قلنا أنه عدنا شوارع في دفاع المنتخب الوطني الجزائري، ولكن المنافسة حاليا مشتدة على المنصب اللي يلعب فيه هذا اللاعب ألا وهو الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري. عندنا يوسف عطال، عندنا أيضا كيفن جيتون، وتزيد لهم هذا اللاعب، يعني صراحة راح تكون المنافسة شرسة، ولكن أي لاعب يقدم الإضافة فهو مرحب به، وسنرى فلاديمير بيتكوفيتش هو راح يستنجد بهذا اللاعب أم العكس. بالنسبة للخبر الملاذ الكرام، أمين شياخة لاعب نادي كوبنهاجن رسميا يفوز بالرهان وينجح في إقناع مدرب الفريق الأول بعد تسجيله أولى أهدافه في أول مباراة له بقميص الفريق الأول. هذا اللاعب نورمال مو يلعب مع نادي الرديف، وأكدت لكم سابقا باللي أنه تم تصعيده إلى الفريق الأول، به يلعب معاهم ويدرب معاهم في فترة يعني التحضير للموسم الجديد. إذا أقنع المدرب هذا الخاص بنادي كوبنهاجن الأول راح يبقيه في الفريق الأول، وإذا ما رح يقنعه سيهبط مجددا إلى يعني نادي الرديف. ولكن اللاعب كان كلاعب بديل في هذه المباراة يعني الودية، وفور دخوله في الدقيقة 62 سجل هدف الفوز والوحيد في هذه المباراة، ونظن باللي أنه مدرب الفريق الأول قد اقتنع بهذا الموهبة به يبقى في نادي كوبنهاجن الأول. ونتكلموا عن يعني المسار الدولي الخاص بهذا اللاعب. اللاعب نعم صرح باللي أنه يستهدف منتخب الدنمارك مستقبلا ويريد اللاعب لمنتخب الدنمارك، ولكن نظن باللي أنه اللاعب لم يعني أي كلمة قالها يعني بخصوص المنتخب الدنماركي، وأنه في نهاية المطاف سيمثل المنتخب الوطني الجزائري. نظن باللي أنه قال هذا الكلام فقط من أجل أن لا يتهمش في البطولة الدنماركية، وبه أيضا ما يتهمش يعني في مشواره الفني قبل ما يحسم يعني مستقبله بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري. نطورش عليكم، ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي والأخير واللي يتعلق بجمال بالماضي. أكد لنا الصحفي الموثوق محمد الجزار باللي أنه أحد الأندية التركية دخل رسميا على الخط المفاوضات مع الجزائري جمال بالماضي لتولي تدريبه في الموسم المقبل، إضافة إلى عرض آخر من السعودية وقطر. العرض الخاص بالدوري القطري رانا عارفينه هو نادي الريان، وطبعا بالنسبة للنادي التركي والنادي السعودي لحد الساعة ما راناش عارفينه، ولكن ها هو نادي تركي يعني عرض على جمال الماضي ودخل في المفاوضات من أجل التعاقد مع هذا المدرب. العروض حرفيا تتهاطل على هذا المدرب، فنتمنوا له كل التوفيق. أما بالنسبة للجماهير يعني الخاصة بنادي الريان صرحوا قائلين أبركها من ساعة، هذا الصح مدرب صارم ومميز على جمال بالماضي. معلق آخر صرح قائلا مدرب الريان جمال بالماضي درب الدحيل 5 مواسم حقق فيها الدوري 4 مرات، الموسم الوحيد الذي لم يستطع فيه تحقيق الدوري كان الريان بطلا له، فهذه إشادة بهذا المدرب. كذلك يعني معلق آخر صرح قائلا جمال بالماضي رغم تحفظي في اختياره لكن نقول أنه أفضل من مدرب فاقد هويته وننتظره في قلعة الرهيب المهيب، ودائما الاختيارات تكون فيها إما سوء أو نجاح، بعناصر الريان الحالية لابد أن ينجح، ما زالت الصفقة على الطاولة وفي انتظار إتمامها. فكان هنالك ايضا حماس كبير من العديد من الجماهير القطريه واللي راح تحضر لهذه الصفقه الخاصه بالكوتش جمال الماضي، فنتمنوا له كل التوفيق، ونتمنوا له ايضا انه ينتقل الى نادي يقدره ويقدر يعني مشواره الفني. ما نطولش عليكم، كان هذا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.